الخطة اللي موجودة بتاعت حياة كريمة اللي مرصود لها 600-700 أو يزيد، المفروض ده لمدة 10 سنين. يعني الكلام ده كان ممكن يبقى الانفاق ده يتم تحقيقه خلال 10 سنوات قادمة عشان يحقق مراده. احنا مصرين ان احنا نحققه خلال 3 سنين دول، اعتبارا من نص السنة دي والمدة 3 سنين ينفق 600-700 مليار دولار. حياة كريمة، حلم تحول إلى واقع يغير ملامح حياة الملايين، ومبادرة رئاسية استهدفت بناء الإنسان. البداية كانت مطلع عام 2019 عندما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتوحيد الجهود بينها لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً. وعلى الفور خصصت الحكومة 103 مليارات جنيه لمبادرة حياة كريمة لغير القادرين وتطوير القرى وتوفير كافة المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية والثقافية. مبادرة حياة كريمة تقدم خدمات عديدة، من بينها بناء أسقف ورفع كفاءة منازل ومد وصلات مياه وصرف صحي وتقديم مواد غذائية للأسر الفقيرة وغيرها. كما أن المبادرة بها شق للرعاية الصحية يشمل تقديم خدمات طبية إلى جانب تنمية القرى الأكثر احتياجاً طبقاً لخريطة الفقر وصرف أجهزة تعويضية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذه القرى والمناطق. من أجل تلك الأهداف تم تقسيم القرى المستهدفة لثلاث مراحل طبقاً لنسبة الفقر فيها، واستكمالاً للنجاح المحقق في المرحلة الأولى تم إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة بنهاية عام 2020، وبتوجيهات من الرئيس السيسي نحو تبني برنامج متكامل وغير مسبوق لتطوير الريف المصري بالكامل، حيث يستهدف البرنامج 4600 قرية يعيش فيها نحو 58 مليون مواطن، أي نحو نصف سكان مصر، ليتم تحويلها إلى تجمعات ريفية مستدامة تتوافر بها كافة الاحتياجات التنموية خلال 3 أعوام، وبتكلفة إجمالية تقدر بنحو 700 مليار جنيه. هذا وتشهد مبادرة حياة كريمة لأول مرة على مستوى العمل العام اجتماع أكثر من 20 وزارة وهيئة و23 منظمة مجتمع مدني لتنفيذ هذا المشروع الأهم على الإطلاق، وبسواعد الشباب المصري المتطوع للعمل الخيري والتنموي من خلال مؤسسة حياة كريمة، ليكون نبراساً يحتذى به في مجال العمل التطوعي ونواة لبناء جمهورية جديدة تنتصر لكرامة الإنسان. كل ما بشوف حاجة متعلقة بحياة كريمة أحس أن قلبي انشرح. والله بتكلم بجد، أحس أن قلبي بيرقص. ليه؟ يمكن كلنا بنرى أنه وبقينا فاهمين جدا انه حياة كريمة ده كمشروع وكمبادرة كبرى هي مش بس اكبر مبادرة على مستوى العالم من النوع ده في مسألة تغيير اجتماعي ومشروع تنموي عظيم، لكن حتى وانت بتبص عليها بشكل انساني جدا انت عارف يعني ايه بتغير من حياة 60 مليون بني ادم. هتيجي تقول لي 58 يا عم يوسف يا بتاع الارقام والدقة، هقول لك ما هو عند انتهاء هذا المشروع تقريبا هنبقى 60-61 مليون بني آدم حياتهم اتغيرت. والحياة هنا مش بتتغير في الشكل، هي كمان المضامين، لأن انت بتغير من ثقافة المجتمع الريفي المصري اللي للأسف الشديد لأسباب عديدة مش هنقعد نعد فيها دلوقتي ولا نتكلم فيها تعب وأصبح فيها عنده مرارة حقيقية. فانت لما تيجي تغير كل ده وتلاقي انه ثقافته تتغير في مسألة ثقافة المعيشة ونمط السكن والتعليم والعمل والخدمة
والتطوع، لأنه لما يشوف قدامه شبان وشابات زي الفل، متطوعين ومتطوعات زي الورد، بيقدموا له كل يومهم، كل حياتهم، عينيهم، قلوبهم، عقولهم، خبراتهم، سواعدهم، دون انتظار أي مقابل، مع إنه في مقابل، إنه حياة كريمة مش هيغير حياة 60 مليون ولا 61 مليون بس، ده هيغير حياتنا كلنا كلنا، لأنه ده يحول دون وجود مثلا حاجة زي الهجرة الداخلية. حياة كريمة هيغير وش مصر، هيغير عند كل مواطن في مصر.